ينضم إلينا شيخ عشيرة أشاد الشيخ أحمد الجوعاني. شيخ أحمد، ما هي أصداء هذه العملية البشعة عندكم؟ تحية لكم ولجميع المشاهدين. بداية لا يخفى على أحد، جرائم قصد حزب الاتحاد الديمقراطي أو بكافة مسمياته وتحت القطاع الأمريكي، هم من أعطوهم الضوء الأخضر لارتكاب هذه الجرائم ضد المدنيين من قتل وتهجير وتشريد وتدمير ونهب وجميع هذه الجرائم تحت اسم داعش. وأي داعش؟ أليس الكثير من الدول من ساهم في صناعة هذا البعبع ألا وهي داعش؟ يجب أن نتساءل لماذا كانت دولة العهر داعش في العراق وسوريا؟ لما لا تكون في دول أخرى؟ ولكن هكذا أراد صانعوها. مقتل الشاب علي هو جزء من آلاف الجرائم، من جرائم هذه العصابة أو هذه الميليشيات الكردية. اليوم 16 يوليو 2017 أصبحت منطقة الشدادي في الحسكة قريتي قشقش زيانات وقشقش جبور على مجزرة مروعة، راح ضحيتها أكثر من 50 شخص جميعهم مدنيين وتحت ذريعة أو تحت اسم داعش، وتهجير ما بقي من أهل القرى المذكورة. أما هذا الشاب، هناك مخيم عين عيسى هو عبارة على أساس مخيم للاجئين، ولكن هو مخيم للاعتقال والتصفيات. ولكن وماذا فعلوا في الرقة؟ فعلوا أبشع الجرائم من قتل وتطريد وتشريد واغتصاب على مرأة ومسمع العالم، ولكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما تمركزهم الآن واحتلالهم للضفة الشرقية من نهر الفرات مقابل جرابلس، قبل أيام رجل يصطاد السمك قنصوه، وقبلها كذلك هناك جرائم. وهذه أرض عربية التي تعرف بقرية الشيوخ، وهناك جرائم لا تحصى ولا تعد. ولكن نقول لهم ولمن يدعمهم، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. نعم، يعني شيخ أحمد، هذه القرى والمناطق هي عربية، إلى متى ستبقى مهددة برأيك؟ بالنسبة لنا والله لو يعني قاومنا بالعصي والله سنحررها بإذن الله، لأنه سنحرر أرضنا من العصابات الكردية ولو بالعصي. والجزيرة السورية حرة عربية من دجلة إلى الفرات، مهما حرفوا من أسماء المناطق جعلوا عين العرب كوباني وهذا بالنسبة لنا لابد من صح للعرب، وإن شاء الله ستكون قريبة إن شاء الله. أما جرائمهم يعني هي على أعين الناس وعلى أعين المجتمع الدولي وعلى أعين حقوق الإنسان. كم تقرير صدر من منظمات دولية يعني تشيد بجرائم هذه الميليشيات، ولكن لا رقيب ولا حسيب. والداعم هو اليوم أمريكا، يعني أكبر دولة عظمى اليوم، وللأسف هي التي تدعم هذه الميليشيات الانفصالية المجرمة. نعم شيخ عشيرة أشاد الشيخ أحمد الجوعاني، شكرا جزيلا لك.